شوف حسين الشحات رقم واحد وهدف مميز جدا لحسين الشحات. بس الجيل ده بامانه لو عايز يدخل التاريخ في مباراه القمه تحديدا، انزل وانت بتلعب المنافس وتكسب على انتصار تاريخي عشان السنين اللي جايه، لان المباراه القمه اللي زي دي اللي فيها تحدي مع منافس انت بتبقى محتاج تقدم فيها افضل حاجه عندك عشان المواسم اللي جايه، وده اللي اتحقق في الجيل اللي بدا مع مستر مانولو في بدايه الالفيه. انا مشفق طبعا على محمد صبحي، حارس ناشئ لسه بيبدا مشواره ومعاه مدرب حراس زي محمد عبد المنصف، يعني بدايتهم مع الاهلي السنه دي بمجمل هذه الاهداف الكبيره، اهداف كبيره جدا، وفي مباراه على فكره كان حتى الاهداف شايفين جون معلول، جون حسين الشحات، كلها اهداف ممكن تكون في متناول محمد صبحي، ولكن هي الرهبه النفسيه. اوسوريو يمكن في المباراه دي على المستوى الفني كان ضعيف فنيا بشكل كبير جدا، ما قراش الاهلي بشكل كويس، كولر تفوق عليه، الاهلي في ظل غيابات كثيره قدر يستحوذ على نص الملعب. ومحمد شريف حاله استثنائيه. ليه بقى حاله استثنائيه؟ انتوا تتخيلوا ان محمد شريف في ظرف سنتين ونص جايب 7 اجوان في الزمالك؟ يعني على مدار التاريخ كان في توتو وكان في ابو تريكه جايبين 7 اجوان، بس ابو تريكه حتى في مرحله انت بتتكلم من 2004 لغايه 2013، 9 سنين. وعلى فكره في ال9 سنين كانت في مباريات كتير جدا بين الاهلي والزمالك، ولكن محمد شريف انا مش عارف الموضوع ده نفسيا، يعني محمد شريف بيظهر وبيتالق قدام الزمالك بشكل كبير جدا، يصوم ويفطر ويجيب في الزمالك بصراحه، واجوان واهداف شريف دايما في الزمالك بتبقى اهداف مؤثره واجوان ملعوبه وحلوه، يعني جون الدور الاول، الجون في الدور الثاني، لا اجوان حلوه، وشريف دخل التاريخ. نتمنى يا رب ان الاهداف اللي زي دي او الظهور المتميز في مباراه القمه يكون ليه تاثير ايجابي على محمد شريف في الفتره اللي جايه، لان في بعض الفترات لما بيضيع فرص هو من جواه بيتاثر كتير جدا وبيفضل يعني يأنب نفسه، لكن جات لك مباراه الزمالك يا شريف جبت جون، وجون متميز جدا وجون رائع جدا، والجون ده على فكره جاي بعد 18 تمريره. تعد التمريرات كده 18 تمريره. قدر محمد شريف يحرز هدف متميز جدا، نتمنى يبني عليه الفتره اللي جايه. مارسيل كولر النهارده نشر على حسابه في الانستجرام صوره وكتب تعليق مهم جدا، لان الفتره الاخيره كلام كتير جدا على موضوع الصفقات والاهلي حسم العديد من الصفقات، وناس راحت على اسماء لعيبه بتلعب في الدوريات العربيه ولاعيبه افارقه بتلعب في الدوريات الافريقيه او حتى الدوريات الاسيويه، وتقال لك الاهلي حسم وخلص.